البرد القارص اللي صار، تدفئة ما في، أول ناحية مازوت ما في، وحطب ما في، ومخذلان الدول العربية اللي معانا علينا. أيوة، ومنخذلان النظام نتيجة البرد القارص. يعني تمت وفاتها وقررنا التقرير وجت متوفي. شو ردت فعلي؟ مشان الطبلة؟ ما مشان الطبلة بس، مشان أطفال. أنا نفسي عندي مني أطفال، لا في مازوت ولا في حطب ولا في كهرباء ولا في شيء. درجة الحرارة دنت الله أعلم قديش تحت الصفر، القاعدين بثلاجة، أكل ما في، شرب ما في، شيء ما في هالحصار هذا. والله لا عندنا لا حطب ولا مازوت، عندنا شوية حطب حطينا ندفن عليهن الله يدفيه. نقص كل شيء، ما في شيء، كله غالي، الخضر غالي، المازوت غالي، البنزين غالي، كله غالي، ما في شيء رخيص. كل شيء غالي، ما في عندنا شيء رخيص. جيت لتشتري لمرة المازوت غالي، حطب غالي، مغاز غالي، كل شيء غالي، خبز غالي، حتى خبز قليل، ما في خبز بدك يا طلبك يعني. هلأ وقت هذا الثلج الأليات مسقعة، بس ما مشي نص ساعة صار شي 10 قذايف حوالينا هون. نطلب يعني تدفئة للولاد، إذا ما مشاني أنا بدفي حالي، بس الولاد الصغار شو يدفيون هذوني؟ بدهم شي يدفيهم، حرامات، مازوت، شغلة، حي الله، المهم يدفي الولاد.